ضمن ترجماته المنوعة يصدر مشروع كلمة للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية سلسلة مقدمات موجزة. وهي سلسلة تصدر بالأساس عن مطبعة جامعة أوكسفورد باللغة الإنجليزية، حيث يقوم المشروع باختيار عدد من الكتب بشكل سنوي ويترجمها إلى اللغة العربية. وصدر منها حتى الآن أكثر من 50 كتاباً في المعارف العامة والعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا والأدب وغيرها. هذه السلسلة تقدم موضوعات منوعة مكتوبة من قبل خبراء متخصصين بطريقة متوازنة ومكتملة ومثيرة للتفكير، وتستهدف جمهور القراء من كافة الأطياف، فهي تخدم الأكاديميين والطلاب والقراء المهتمين بتعزيز ثقافتهم العامة ومن هنا يمكن لنا أن نصفها بأنها مكتبة شاملة في حد ذاتها. يعد مشروع كلمة للترجمة من أهم مشاريع الترجمة في العالم العربي، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية. أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2007، بهدف إحياء حركة الترجمة في العالم العربي ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده أبوظبي للمساهمة بدورها في خارطة المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، من أجل تأسيس نهضة علمية ثقافية عربية تشمل مختلف فروع المعرفة البشرية كالمعارف والعلوم والفنون والآداب وكتب الأطفال. وقد أصدر المشروع حتى الآن أكثر من 1300 كتاب مترجمة عن 22 لغة عالمية إلى اللغة العربية، وهو مستمر في عمله إذ يهدف إلى ترجمة حوالي 100 كتاب سنوياً.